هي غزل نجحت. في حاجة تانية. في ايه؟ امنية نجحت صح؟ اكيد. ايه يا قمر مالك زعلانة كده ليه وقاعدة لوحدك؟ مفيش حاجة. لا في حاجة، مالك يا غزل؟ بص يا ندى، بصح يا ندى. يا ندى؟ يا ندى حيف من غير ماما؟ قصدي يا ماما. بصح يا ماما احنا رايحين مصيف. ايوه. وبصح يا ماما انت لسه هتجيبي نتيجه امنيه. ايوه. بصي بقى يا ماما، انا عايزه اقولك على حاجه. قولي. انا المصيف ده مش عايزه امنيه تبقى معانا. ينفع برضو؟ ازاي يعني هقول لباباها ايه؟ اقول له مش عايزه بنتك تيجي معانا المصيف؟ ايوه يا ماما، عشان مش بحبها. يعني ينفع باباه هو اللي هيبقى بيطلعنا المصيف ونقول له لا بنتك ما تجيش معانا؟ ايوه قولي لك، قولي له كده عشان انا مش عايزه امنيه تيجي معانا. يا زوزو مش باباها بيعاملك حلو؟ عايزاكي تبقي حلوه كده وشطوره. لا يا ماما ماليش دعوه، بس عايزه اقولك على حاجه. قولي يا ستي. لو بتحبيني بجد يا ماما مش هتجيبيها معانا المصيف. منك يا ندى يا صغيره انتي. طب اعملها ازاي دي؟ قولي لي كده. ماليش دعوه بقى. ماشي يا زوزو، على العموم هريحك واعمل لك اللي انت عايزاه. ايه ده بجد؟ بجد. سكن يا ماما. حبيبه قلبي ماما، يلا اضحكي بقى وافرحي كده وقومي العبي. ماشي. ماشي يا قمر. هي امنيه هتيجي معانا المصيف. ايوه هو ده. بص يا بابا بص. ايه يا حبيبتي؟ بص المايو ده يا بابا حلو قوي، انا عايزاه ده يا بابا. بص ده جميل قوي. ده جميل قوي. ولونه حلو قوي كمان صح؟ صح طبعا. ولا استنى يا بابا ده. بس عاوز اقول لك على حاجه. نعم. انا مش هجيب حاجه خالص ولا صرف غير لما النتيجه تطلع. اطمن كده عشان اعرف ادفع بقلب. يا بابا اطمن يا بابا، ده انا الاولى. الاولى ان شاء الله، وانا واثق فيكي طبعا انت هتنجحي، بس علشان اصرف كده وانا مطمن ومبسوط. انا عايزك تطمن خالص يا بابا. لا هتنجحي، النتيجه تطلع اعمل لك اللي انت عاوزاه. يا عم انت امنيه اصلا بتطلع من الاوائل. طبعا تطلع الاولى ان شاء الله. وانا هجيب لك اللي انت عايزاه. تطلبي مني انا، تطلبي من بابا ليه؟ فهميني كده. وعلى فكرة أنا عندي واحدة صاحبتي كده في الكنترول بتطلع النتيجة بدري، يعني لو رحت لها النهاردة هتطلع لي نتيجة أمنية. تيجي نروح النهاردة وبكرة نطلعوا المصر. بكرة نطلعوا المصر. بجد. الله يا دمت ندى، ربنا يخليكي طيبة قوي. أنا بحبك قوي يا دمت ندى. وأنا بحبك يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايزة نتيجة تالتة وستة ابتدائي لو سمحت. يوم الخميس إن شاء الله. طيب لو سمحت. كلهم ان شاء الله ناجحين يا رب. المهم انا عايزه، طيب فرنسا الشغاله هنا في المدرسه اكلم معاها بس. طب ثواني اتصل لك بيها بعد اذنكم، تعالوا هنا بس. تمام. الو يا فرنسا، تعالي لي عند البابا عايزك. سلام. دقيقتين وهتكون موجوده هنا. تمام شكرا لحضرتك. نعم. طب يا طنط ندى، النتيجه لسه ما طلعتش، طيب اعمل ايه؟ ما انا فرنسا صاحبتي شغاله هنا في المدرسه، لو رضيتها وقلت لها ادخلي هاتي لي النتيجه من الكنترول هتدخل على طول. بجد؟ عشان نطلعوا المصيف بكره. يا ماما. استني يا غزل، في ايه؟ استني. يا ماما بقى. اهدي اهدي شويه. ان شاء الله ناجحين يا حبايبي. ان شاء الله يا رب. يا ماما بعد. يا ماما. نعم يا ابو صالح. الاستاذ عايزاكي. ازيك يا فرنسا، عامله ايه؟ فاكراني؟ ازيك يا مدام، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. كنت يعني عايزه نتيجه البنات كده عشان عايزين نطلعوا المصيف. حاضر من عينيا. حتى بصي خدي دي علشانك. ربنا يخليكي يا مدام، ملوش لزوم. ربنا يخليكي، واتفضل دي علشانك. كتير قوي والله. لا ولا كتير ولا حاجه. ربنا يخليكم يا رب. ربنا يخليك. على فكره انا سمعت المديره وهي بتتكلم قالت كل المدرسه ناجحين ومفيش حد جاي ملحق. بجد؟ بجد. الحمد لله. الله، يعني كده بقى احنا ضمننا المصيف. ان شاء الله. الله ان شاء الله. يا ماما امنيه. لا اهدي لو سمحتي، قولي لي اساميهم بس. ماشي، غزل احمد صالح. ماشي. وامنيه محمود الجمل. تمام. ماشي. تمام. ماشي ماشي. ثالثه ابتدائي وسته ابتدائي. خلاص تمام، ثالثه ابتدائي وسته ابتدائي. طيب تمام. كنت عايزه اقول لك كلمه على جنب بس. تعالي اتفضلي. ماشي تمام. بصي. تمام. تمام. هتعرفي تظبطيها؟ ايوه طبعا. طيب خدي دي علشانك بقى. ربنا يخليكي يا مدام. ماشي. ثواني وراجعه لك تاني. مستنياكي.
ان شاء الله طالعين المصيف بكره. بجد يا طنط ردى انت دماغك عجباني قوي. يا ماما اهدي شويه يا زوزو. في ايه يا زوزو؟ النتيجه هتطلع خلاص يا حبيبتي. يا ماما كده بقى احنا طولنا المصيف ده فرحانه خالص. يا ماما يا ماما بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله يا ماما. انت حضني يا امنيه يعني اكيد انا ناجحه. غزل غزل ناجحه ملناش دعوه بيها. ايوه امنيه امنيه هي ناجحه، هي عاوزه تطلعها ملحق في الانجليزي. يبقى ملحق بالانجليزي. ايوه كده تمام. انا فرحانه قوي، انا متاكده ان انا ناجحه. بصي يا مدام خير، في حاجه انا عاوزه اقولك عليها. اتفضلي. مش عارفه اجيبها لك ازاي. لا قولي عادي. في ايه؟ هي غزل نجحت. ألف مبروك يا زوزو. مبروك يا غزل. في حاجة تانية. في ايه؟ أمنية نجحت صح؟ أكيد صح؟ لا، أمنية جابت ملحق في الإنجليزي. إيه؟ ملحق؟ أيوه في الإنجليزي؟ شهادة غزل أهي وشهادة أمنية أهي. إزاي ملحق في الإنجليزي؟ لا ثواني، أنا كنت مقفلة الإنجليزي والله العظيم. لا أنا أصلا ما نقصتش فيه درجة واحدة. ليه كده يا امنيه؟ والله انت مشيتي كنت مذاكره كويس. انا فعلا مذاكره. انا ازاي اجيب ملحق؟ انا عمري في حياتي ما جبت ملحق. خلاص قدر الله ما شاء فعل يا امنيه. خلاص احنا نقعد نراجع على الانجليزي نخش امتحان. استني يا طنط، والله العظيم في حاجه غلط. ده انا كنت حله كويس والله، بالذات الانجليزي ده انا بحبه قوي وعلى طول بقفل فيه والله. معلش ماليش دعوه. والله انا ازاي جبت ملحق؟ معلش يا حبيبه قلبي معلش. شكلي يا ماما. معلش يا حبيبتي. ده بس انا جايبه بايظ مني مساله، مش عارفه انا ازاي جبت ملحق. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا فرنسا. ربنا يخليكي يا فرنسا. اي خدمه يا مدام. ماشي يلا بينا حبايبي يلا. بس والله في حاجه والله. معلش يا حبيبتي معلش. يا امنيه اتفضلوا اتفضلوا. ازاي يعني؟ ده انا كنت سامع المديره قالت المدرسه كلهم ناجحين. ملحق امنيه. والله يا بابا انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اصلا متاكده ان انا كنت هطلع الاولى. مش عارفه ازاي انا جبت ملحق. انا ما جبش ملحق، انا عمري جبت ملحق قبل كده، وانا على طول بطلع من الاوائل. يا بابا امنيه ادخلي على اوضتك يا امنيه، ومش عاوزك تسيبي الكتاب. تذاكري يا امنيه طول الصيف. والله يا بابا لسه شفتي مني حاجه؟ ملحق يا امنيه. والله يا بابا اكيد في حاجه غلط والله. ومفيش مصيف ليكي خلاص. يلا يا امنيه على اوضتك. يعني مفيش مصيف خلاص؟ مفيش مصيف. هتذاكري بس يا امنيه وهتشوفي يا امنيه. تاخدي منها التليفون. ها انا بقول لك التليفون؟ لا بتقولي ادهولها صح. خش جوه يلا امنيه على اوضتك. ثانيه واحده يا محمود، يعني ايه مفيش مصيف؟ يعني ايه فهمني؟ يعني انا بنتي طول السنه قاعده بتذاكر. استني بس استني انا بغلس عليها بس، بقرص عليها قرصه كده. يعني ايه معنى كده؟ هنطلعوا المصيف عادي بس لازم اعمل كده يعني قدامها. وهتاخد امنيه معاك؟ تبقى غلطان. عارف اختي قعدت تدلع بنتها جابت ملحق، قالت مش مهم هعديها واخليها تلعب براحتها واعمل اللي هي عايزاه. تاني سنه طلعت بملحقين، تالت سنه طلعت بثلاث ملاحق. عشان الدلع الزياده ده فوت تقرص عليها من اول ملحق عمرها ما تجيبه تاني. خلاص مش هنطلعوا مصيف. لا اسمهاش مش هنطلعوا مصيف، انا بنتي مجتهده طول السنه وبتذاكر، المفروض اطلع بنتي مصيف. يعني ايه هنسيبوها هنا ولا ايه؟ ماليش دعوه، وديها عند مامتها ال 10 ايام بتوع المصيف بتوعنا. 10 ايام ايه؟ هم 5 ايام. بقول لك ايه يا محمود، انا من قبل ما اتجوزك انت عارف ان انا بودي بيتي مصيف اسكندريه 10 ايام، وانت عارف كده كويس. مش هتنزل عنه، مش بنتي تتعب طول السنه وفي الاخر اقول لها حبيبتي مفيش مصيف، ولا مصيف 5 ايام بس؟ ما ينفعش. خلاص اللي انتوا عاوزينه ماشي. الحل دلوقتي امك جهز لها شنطه هدومها تروح عند مامتها ال 10 ايام، واحنا بكره نطلعوا المصيف بتاعنا. ماشي قومي جهزي لها شنطة هدومها. تمام حلو قوي كده الكلام ده. مبسوطة يا غزل؟ مبسوطة يا ماما. ماشي يا قلب ماما. مبسوطة حبيبتي؟ مبسوطة. يلا مش قادرة أصدق أنا جبت ملحق. يلا مربنا يا أمنية. أنا كلمت باباكي قد إيه وقعدت أقول له ده ملحق صغير فيها إيه يعني، لو ذاكرته قبل الامتحان بيومين هتدخل إن شاء الله تقفل المادة. باباكي دماغه ناشفه جدا، قال لي ازاي يعني تطلع بملحق؟ لازم تتعاقب عقاب كبير. قلت له انت عايز تعاقبها ازاي يعني يا محمود؟ ما ينفعش، دي عيله صغيره. قال لي خلاص اطلع المصيف واسيبها. قلت له ازاي تطلع المصيف واسيبها؟ دي امنيه حبيبتي. ايوه ما هيسيبني ازاي يعني؟ هقعد في البيت لوحدي؟ وبعدين انت ليه اصلا بتحضري شنطه هدومي؟
ما هو صمم ان احنا نطلع على المصيف وانت تروحي تقعدي مع مامتك العشر ايام بتوع المصيف. عشر ايام ايه؟ مش هما خمس ايام واقعد مع ماما؟ لا هو قال المصيف عشر ايام. يعني هقعد مع ماما عشر ايام وهدي عليا المصيف؟ انت مش بتحبي مامتك ولا ايه يا امي؟ انا بحب ماما اه بس هي وحشتني بس انا مش عايزه يروح عليا المصيف. معلش يا حبيبتي انت اللي عملتي كده يا امنيه، برضو ما قلت لك ذاكري كويس يا امنيه، قلت لك اي حاجه. والله انا ذاكرت كتير قوي. معلش يا حبيبتي ان شاء الله تتعوض السنه الجايه، ما تزعليش نفسك وانا برضو هبقى اتكلم معاه تاني ان شاء الله خير. خليه يطلعنا مصيف اخر السنه فيها ايه، شهر 9 الجاي نطلع مصيف بعد الملحق بتاعي. ماشي، هطلع المره دي انا وغزل وبابا، والمره الجايه اطلعي معايا. خلاص يا قلبي، مش عايزاكي تزعلي نفسك. خلاص يلا جاهزة؟ جاهزة. ايوه مين؟ ايوه امنية. محمود ازيك يا محمود؟ ازيك يا امنية حبيبتي؟ عاملة ايه؟ مالك يا حبيبتي ليه؟ بنتك عندك ايه ها؟ عشان طالع مصر. طب وامنية مش هتاخدها معاك ليه؟ جايبة ملحق في الانجليزي. ملحق؟ ايوه ملحق. امنية تجيب ملحق؟ ايوه امنية. انت عمرك ما عملتيها، ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ السلام عليكم. مع السلامة. يا ماما زعلانة كده ليه يا حبيبتي؟ والله يا ماما انا حالي كويس يا ماما، وتعرفي كمان انا كنت متأكدة ان انا هطلع الاولى، انا قلت مش هنقص ولا درجة، مش عارفة ازاي انا جبت ملحق. لا ان شاء الله يا امنية. طب انتي واثقة يا امنية ازاي جبتي ملحق؟ بصي يا امنية حبيبتي انا مش هسكت ولازم اروح المدرسة وهطلب منهم اعادة تصحيح الامتحان، وان شاء الله ان شاء الله يا امنية يكون في غلطة يا امنية وتطلعي الاولى باذن الله. بس يا حبيبتي انت زعلانه يا امنيه، مش هتقعدي تقعدي عندي ولا ايه؟ لا يا ماما انا كده ضاع عليا المصيف يا ماما، بابا هيروح المصيف هيسيبني يا ماما. لا يا حبيبتي ما تزعليش، انت قاعده معايا بالدنيا يا امنيه. تعالي يا حبيبتي تعالي ادخلي، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا امنيه ادخلي يا حبيبتي. وحشتيني يا امنيه وحشتيني قوي.